بغاش ولادي يعيشوا بحالي، ولكن هو ما بغاش. ربي اللي علم بيا في العقل ديالي، ربي اللي علم بيا. مريضة بوحدي، مع صباي بوحدي، ما حلتي الخدمة، ما حلتي التمارة، ما حلتي الولاد. هزيت مسؤولية كبيرة بزاف. حوايج ديهم ولا خليهم شغلك هذاك. فين جيت كنتي مع مك حوايج كنبقاو تما؟ راه غادي غدا نمشي للجامعة يحسوهم. البنادم ما تيحش بيك نهائيا، واش يحس بك شي واحد؟ والو. كيفاش غادي ندير انايا؟ ما عنديش ما ندير، ما عرفت شنو غادي ندير. انا عييت، انا تقهرت، انا يلا عندي 28 سنة ودايزة في هاد العذاب كامل. ماش حياتي كبحال اللي بغيت. السلام عليكم خوتي. المشكل اللي عندي هو مع الراجل. كنت مفارقة معاه عام، وانا مفارقة معاه. كنت تنمشي غير تنسعى وتندي وليداتي معايا. دابا الحمد لله لقيت خديمة، خدمت وهذا، ما نطيب كل شيء. كريت في واحد الدويرة ورجعت مع راجلي، قلت رجع انا وياه ونجمعوا الوليدات ونكونوا بخير، زعما بحال العائلة عاديين. هاد الشهر هذا تناقش انا وياه، عطيتو الفلوس باش يخلص ليا الكرا ديال الدار، دارهم في جيبو، هز سميتو ديالو. انا ديجا مخاصمه انا وياه، قلت ليه الا كنا غادي نبقاو في المشاكل وصداع اللهم نتفرقوا. منين قلت ليه بحال هكاك وهو عنده فلوس الكرا وداكشي، صافي دارهم في جيبو، هز واحد البيسي تصوروا انا هو خارج وتنطلبوا، تنقول يلاه عطيك السر، عطاني اما فلوس الكرا ولا عطاني البيسي باش نبيعو ونعاون بيه باش نخلص الكرا. ما بغاش، قال لي عندي البيسي ديالي صافي وخرج. صافي خرج مشى، خلاني انا دابا واحله مع مول الدار، خلاني ما عندي كندير البنت باش غادي تمشي للمدرسه. يعني مشكله، فهمتي؟ هادشي اللي انا ما بغيتش. وحاجه وحده انا دابا اللي بغيت، انا ما بغيت حتى شي حاجه، بغيت اللي يعاوني في الطلاق. هادشي اللي بغيت اللي يوقف معايا شي محامي، شي قاضي، شي اي شي مسؤول يكون كبير يعاوني باش نطلق من هاد السيد هذا، حيت راه ما عندوش احساس ديال الابوه ولا شي حاجه. راه نهائيا انا بغيت دابا، بغيت منكم تعاونوني باش نطلق. انا وياه ديما الصداع والمشاكل، ديما الصداع والمشاكل، ديما ما عمرنا ما جلسنا بخير وعلى خير. علاش منين تنقول ليه على الاقل عاوني غير في الدراري، عاوني غير في الدار، واش انا ما حيلتي الخدمه في الزنقه، ما حيلتي الدار، ما حيلتي، يعني ما عايشاش مرتاحه بصراحه الله. الا تفرقت انا وياه وبقيت انا وولادي، غادي نعيش مرتاحه، غادي نقدر كاع نقلب على مرا ولا تجي امي، واخا مريضه الوالده ديالي، واخا مريضه تجي تقابل لي الدراري ولادي وتدي البنت للمدرسه، واخا ما غاديش تقدر، ولا نقلب على شي بنت ولا شي مرا اللي غادي تجي تعاوني في الدراري، تقابلهم ليا ونعطي هذيك البركه. فاش غادي ندير انا دابا؟ حاجه وحده اللي بغيت هي تعاونوني باش نطلق. صافي هادشي اللي بغيت، ما بغيت حتى شي حاجه، بغيت غير نشد ورقه طلاقي وما يجيش عندي وما يقربش ليا، ما يدوش من ساحتي. حيت علاش؟ حيت ما عمري ما عشت معاه مرتاح. صافي قلنا زعما ملي رجعت معاه، قلت زعما راه غادي نتجمعوا، حيت انا محرومه من با ملي كنت صغيره، عارفه داك الاحساس ديال الاب كيفاش داير. ما بغاش ولادي يعيشوا بحالي، ولكن هو ما بغاش يتعاون معايا، ما بغاش. انا عارفني ربي اللي علم بيا في العقل ديالي، ربي اللي علم بيا. مريضة بوحدي، مع صباي بوحدي، ما حلتي الخدمة، ما حلتي التمارة، ما حلتي الولاد. هزيت مسؤولية كبيرة بزاف وانا ما قادش عليها بصراحة الله. وانتم راكم عارفين الدراري ومصاريف والكرا وشحال من حاجة. دابا والله ما عندي، قسما بالله ما عندي. واحد السيد هو اللي عاوني باش ديت البنت للسبيطار مولاي عبد الله، واحد 500 درهم باش مشيت ديت البنت لهداك، ديت البنت للسبيطار مولاي عبد الله، دوزت ليها، خرجوا ليها الدواء، دوز بها داكشي البركه اللي بقات. مول الدار اي قبيلها، ولا بغيتوني نسمعكم الاوديو اللي صيفطت لمول الدار؟ صيفطت لمول الدار اوديو، ما بغاش.
ما بغاش يتعاون. اول نيت هو مصيفط ليا دابا اوديو، ها نتوما ها الاوديو. السلام عليكم، كي درتي اخويا؟ لاباس عليك. هاني خويا زكريا، صحتك مزيان خويا زكريا؟ راه عييت من تخابط، عييت من تقاتل. كيما عرفتي اخويا زكريا راه محسن بدا ليا الفلوس كلهم، مخلى لياش حتى درهم. قسما بالله اخويا زكريا، انا دابا راني جالسه راني مريضه، لا انا لا ولادي. هدايا بنتي راه جوج سيمانات ما مشاتش للمدرسه، سير المدرسه وسولت جوج سيمانات ما ديتهاش. قسما بالله انا مريضه، شادني الاعصاب مريضه، ما تنقدرش كاع نوض هكاك و تنوض تنمشي تنخرج. وهو ها هو دابا. شوف الاخت، حوايجك ديهم ولا خليهم، شغلك هذاك. مشيتي سكنتي مع امك، حوايجك بقاو تما، انا غادي غدا نمشي للجامعه يحجزوهم. صافي يجيو يسدو الدار، ما تهزيش الحوايج حتى تحكم المحكمه. لا حكمات عند المحكمه بالافراغ، الله يسهل عليك. الحوايج راه يتهزو يتباعو، ملي يتباعو راه نخلص بهم داكشي اللي مشى وصافي. وغادي نبقى تابعكم على الاكره هذيك الساعه. المهم راه غدا غادي للجامعه ان شاء الله. الاوديو ديالك هو مسجل ومدخل، والمكالمه ديال السيد اللي طلبني على 5 ايام وثلاث ايام راه مسجلين. انا غدا ان شاء الله غادي نمشي تما ندير دعوه مستعجله للوكيل جلاله الملك. ملي تمشي دعوه ديالك شغلك هذاك معاه الاخت محمد خالص خالص نيت عا جالس حيت هذا بوليسي. 5 ايام ولينا قرو داك الضحك علينا. يلاه هات هي هادي صافي. درنا 5 ايام غادي تخرجي تدبر على كراك، دبر عليك. ماشي ما عندي فلوس لا المساعده اللي صيفط لك السيد. فين هي؟ خسرتيها. جيت قلت لي ما عندي فلوس نسكنك فابور هذا الكراج، انا تبقى حاطه لي حوايجك فيه. يلا اسمع، خرجتي تخرجي حوايجك، ما خرجتيش راه عندي معاك كونطرا. لا مشى بنادم تقرا قال لك لا ما تخرجش، ما تخرجش هذاك 4 دولار كونطرا لا والو. هذاك الشيء علاش انا وقفت دعوه المحكمه. اما انت عندك كونطرا يا خلصي يا الافراغ الاخت من الجامعه هذاك، ما نحتاج نمشي معاك المحكمه. انت الكونطرا مسكينه في الجامعه، الجامعه اللي كتكلف هي اللي ضامنك. وراه عارف كل شيء. صافي الاخت، عارف هاد السيد، عارف كل شيء. انا شرحت ليه، قلت ليه ودي راه عطيت، قال لك بغاني نخرج. دابا انا شرحت ليه، قلت ليها ودي اخويا راني ما عنديش. قلت لي راه انا هذاك الشيء اللي الفلوس الكرا باش غادي ندير، راه غادي راه عطيتهم للراجل، راه داهم، راني ما عنديش باش نخلصك. دابا الراجل كما قلت لك راه صيفط ليا 500 درهم 10000 ريال. شحال عندي في الكرا؟ 17000 ريال هي اللي تيتساني. 17000 ريال وما عرف واحد 6000 ريال ديال الموضه هي اللي 3 شهور ما جاتناش. منين تنقولوا لي جيبها تيقول لك لا سيروا نتوما جيبوها هاد مول الدار. ودابا منين شرحت ليه وهضرت معاه وكل شيء ما بغاش يتقبل الوضعيه ديالي. وانا ما عنديش، انا منين غادي نجيب؟ واش غنمشي نفسد باش نجيب الفلوس؟ الفساد هو اللي بقى فيه الفلوس. ما حتى الخدمه ديالي راه خاصني حتى للشهر، حتى ل 15 في الشهر، ولا وقت اللي قالها اليوم هما راسهم غادي يخلصوني يدوز الشهر ديالي. كندير انا منين غادي نجيب انا هاد الفلوس؟ منين نجيب؟ هو ما بغاش يحس، هو ما بغاش، هو قال لكم راه سمعتوا كلشي بودنيكم. باش ما تقولوش هاد البنت راه نصابه ولا كذابه ولا شي حاجه، راه هادشي راه ما ترضاش بيه انا نهائيا. انا راه مهما طلبت الخدمه وخدمت تنحط فلوس للكرا ولا حط المصروف ولا حط كلشي، ولكن الانسان بنادم ما تيحسش بيك نهائيا ولا تيحس بك شي واحد والو. هذاك الشيء علاش اخويا انا عيطت لك، قلت لك اخويا عافاك اجي، راني بغيت نصرح بواحد الحاجه حيت انا ما عرفتش شنو غادي ندير، ما عنديش من غادي نجيب الفلوس. ها نتوما البيز شوفوا كي داير، فين غادي نحط هاد الحوايج؟ ها نتوما شوفوا فين غادي نحط انا هاد الحوايج؟ ها نتوما فين غنحط هاد الحوايج؟ فين غنحط هاد الحوايج؟ كلشي هنا، الثلاجه البوطه كلشي هنا، فين غادي نحط الحوايج؟ كيفاش غادي ندير انايا؟ ما عنديش ما ندير، ما كاينش اللي غادي يعاونني. نوقف عليه نقول ليه هاك الفلوس؟ انا عييت ما ندور بالشيك ديالي، عييت ما ندور، تنقول لهم سلفوني هاكو الشيك، ما كاينش اللي يعتقك. تيقول لك لا الشيك شنو يدير لنا؟ لا ما كاينش اللي غادي يعتقك، ما كاينش اللي يعطيك، شنو غادي ندير انا؟ قسما بالله البارح تمرضت وعييت فيهم، عيطوا لي لابيلانس وعيطوا لي شحال من خطره، وما تم لي لابيلانس ما بغاوش يجيو. ودابا باقي قلبي تيضرني من هنايا وكلشي شادني النص كامل، ما عرفت شنو غادي ندير. انا عييت، انا تقهرت، انا يلا عندي 28 سنه ودايزه في هذا العذاب كامل، ماش حياتي كي بحال اللي بغيت.
كنت انا غير تنكون غادي نتزوج نتهنى من السعاية نتهنى من شحال من حاجه الساعه داكشي اللي بغيت نتهنى منه هو اللي بقيت فيه هو اللي انا فيه غير المشاكل والصداع ما عرفت شنو غادي ندير انا دابا ما تنطلب منك والو تنطلب انا من المسؤولين ديال محكمه الاسره هما اللي غادي يعاونوني يطلقوني من هاد السيد حيت تكرفست بزاف وعييت ما بقيتش قاده على هادشي هذا حيت عييت بزاف الحمد لله الا فهمتي الناس كلهم تيعرفوني تنضرب سمره تنتكرفس علاش انا راه ولادي كنت حاطاهم تحت الكروسه وتمشي تنبيع الخضره ونبيع الديسير ونبيع الميكا ونبيع كلشي علاش باش نخدم على ولادي ولادي راه في الكروسه وانا تنبيع الديسير دافع الكروسه هو راه ناعس في دارو وكاكو منين دار ليا بالخصوص منين دار ليا دابا هاد 17 ريال ديال الكرة صافي ما بقيتش عارف شنو غادي ندير هادشي اللي كاين